خبر تاني كان موجود على السوشيال ميديا النهاردة وامبارح وأول امبارح، والأهلوية هيزعلوا مني والزملكاوية هيتبسطوا مني، بس الأهلي خرج من البطولة العربية، اتعادل مع فريق الوصل الإماراتي 1-1، وكان متعادل في القاهرة 2-2، والأهلي خرج بعد ما خسر نهائي كأس أفريقيا أمام الترجي التونسي، وكارتيرون مشي. باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، مجلس الإدارة قرر إقالته هو ومدرب الأحمال. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك أعلنت القرار في بوست. البوست قال إيه؟ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب اللي بيعمل عملية في ألمانيا لإزالة ورم جانب الحبل الشوكي في رقبته، قرروا إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، وقرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت للفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول. كلام إن إقالة ليندمان وكارتيرون كلفت النادي الأهلي 4 مليون جنيه مصري، لأن كل واحد فيهم ليه حق في شهرين في حالة فسخ التعاقد من النادي الأهلي. 4 مليون جنيه مصري، مبلغ ضخم. كمان في كلام كتير عن وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ وهيثم عرابي في لجنه التعاقدات، ومحمد فضل هيفضل موجود، وحسام غالي هيمشي، لا هيروح الجونه. محمد فضل متضايق ان هيثم عرابي موجود، طب هيثم عرابي كان في نسب في صفقات سابقه، مشاكل كتيره في النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما تعودش عليها، وتحت ما تعودش عليها مليون خط، لان في فعلا ازمه في النادي الاهلي. صفقات كتيره جدا الاهلي بيتفاوض وموجودة على الصحف والجرايد ومواقع التواصل الاجتماعي. من امتى كان النادي الاهلي بيتقال انه بيفاوض حد؟ احنا كنا بنسمع النادي الاهلي اشترى فلان الفلاني، لكن عمرنا ما كنا بنسمع قبلها لو الصفقات دي تمت في يناير، احنا في شهر 11، قبلها بشهرين النادي الاهلي بيفاوض كذا، في وسط موسم انتقالات صعب جدا في بيراميدز والزمالك بينافسوا النادي الاهلي، ففي مشكلة حقيقية في النادي الاهلي والجماهير شايفاها. في كلام انه هيجي مدير فني مكان كارتيرون الماني، في كلام انه هيجي من امريكا الجنوبيه، في كلام انه هيجي من البرتغال، في كلام ان مانويل جوزيه قعد مع سيد عبد الحفيظ والكباتن طبعا مع احتفاظ بالالقاب. كلام كتير جدا. ردود افعال الجماهير الحقيقيه كانت غير متوقعه ما بين مؤيد ومعارض. كريم ناجي مثلا على الفيسبوك في اكاونت باسم كريم ناجي قال حرام والله، العيب في اللعيبه مش في الجهاز الفني وفي الصفقات، انتوا ليه مش فاهمين كده؟ والجهاز الطبي لازم يتغير. كلام من تحت لتحت ان اداره النادي الاهلي هي المسؤوله عن الصفقات الضعيفه. اما صفحه اهلاوي وافتخر قالت شكرا كارتيرون، سانتظرك في الاهلي مره اخرى وهترفع معانا اغلى البطولات، سنفتقدك. ما اظنش في كتير مدربين جم من النادي الاهلي ومشوا ورجعوا مره تانية الا جوزيه مثلا. كابتن محمود الجهري رجع برضو النادي الأهلي، كابتن أنور سلامة، عدد قليل قوي على تاريخ النادي الأهلي إن مدرب يمشي ويرجع، خصوصا لو كان خسر نهائي بطولة أفريقيا وبعديها خرج من قدام الوصل الإماراتي. مع كامل الاحترام للوصل الإماراتي، بس الأهلي مستواه المفروض أعلى بكثير من كده، حتى لو اللعيبة زي ما بيقولوا اللعيبة المشكلة فيهم. كمان اكاونت باسم ايمن محمد واحد من جمهور النادي الاهلي علق على القرار وقال اقاله كارتيرون قرار عشوائي متخبط كالاداره. ومن زمان جدا مفيش حد من جمهور الاهلي اتكلم على اداره النادي الاهلي انها متخبطه. ده غريب من ايام اداره كابتن حسن حمدي وايضا الاداره السابقه للكابتن الخطيب باشمهندس طاهر. ما عندناش غير وليد وكارتيرون، في إشارة إلى وليد سليمان. أما عصام علي فنشر صورة لباتريس كارتيرون وهو بيغادر مقر النادي الأهلي، وقال كارتيرون يغادر مقر النادي الأهلي وداعا كارتيرون. ناس كتيرة جدا موافقة على كارتيرون وناس كتيرة رافضة، وكارتيرون نفسه وهو بيغادر حط صورة وقال أنا سعيد أن أنا كنت مع النادي الأهلي وحزين ان انا مشيت، كل التوفيق للنادي الاهلي. في تجاوب من باتريس كارتيرون مع مساندة جمهور الاهلي بعد قرار الاداره باقالته، كتب على حسابه على تويتر او الاكونت بتاعه قال اعزائي الجماهير الاصدقاء، صعب عليا النهارده اقول لكم قد ايه بحبكم من اعماق قلبي، انا عشت حلم تحول لحقيقه معاكم، سامحوني لعدم تحقيقي الكاس، بتمنى ليكم الافضل، يلا الاهلي. كاتبها باللغه الانجليزيه باتريس كارتيرون. سيل من التعليقات الجميلة وصلت لكارتيرون على الرسالة دي اللي سابها لجمهور الأهلي وداعوا الجماهير الأهلي، من أحمد علي على تويتر اللي قال شكرا
مستر كارتيران على كل شيء عملته وحظ طيب في خطواتك القادمة. أما كرولوس ميخائيل فعلق على تغريدة باتريس كارتيران وقال أنا عملت حساب على موقع تويتر مخصوص عشان أدخل وأشكرك على الوقت اللي دربت فيه فريق النادي الأهلي، أنت مدرب رائع. أشكرك كمان أحمد أبو الحسن على الفيسبوك، خد سكرين شوت لرسالة وداع كارتيران لجماهير الأهلي وعلق عليها وقال ربنا يوفقك فيما هو قادم، ومين عالم يمكن ترجع للأهلي في ظروف وتوقيت أفضل. كده في اتنين عايزين كارتيرون يرجع، هل المشكله في كارتيرون ولا في اللعيبه ولا في الاداره ولا في مخطط الاحمال ولا في الجهاز الطبي؟ متابعين كره القدم انقسموا على الموضوع ده. في المقابل برضو كان في اصوات مرحبه جدا برحيل كارتيرون، منهم على سبيل المثال للحصر عبده فتحي، اكونت باسمه عبده فتحي على الفيسبوك، قال كارتيرون وصل نهائي افريقيا باللعيبه دي مش علشان هو كويس ولا كذا، البطولة السنة دي كانت من أضعف البطولات الأفريقية وده حقيقي جدا. كارتيرون لما واجه فرق قوية ومنظمة ظهرت عيوبه وإنه فاقد للحلول الهجومية وخلق الفرص وبيغلط نفس الغلط ومش بيصلحه. البوست ده جمع تقريبا كل الآراء ضد كارتيرون، عشان كده احنا ما قررنا ان احنا ما نجيبش غير البوست ده ضد كارتيرون واللي بيرحب برحيله. ناس شايفة ان كارتيرون عنده عيوب في الحلول الهجومية وعنده مشكلة في ادارة المباراة، وكنا في حلقات سابقة عرضنا بعد مباراة الترجي هجوم من قبل بعض من الجمهور على كارتيرون، كان على رأسهم الكابتن ابراهيم سعيد اللي وصف كارتيرون بانه مدرب فاشل وما ينفعش يكون موجود في النادي الاهلي. كلام كتير جدا على المدير الفني القادم للنادي الاهلي، لكن ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. في كلام انه في خلال 10 ايام هيكون في مدير فني اجنبي، مع ان في فتره سابقه كان في كلام ان الكابتن علي ماهر هيكون هو المدير الفني للنادي الاهلي في الفتره القادمه، لكن في الغالب مجلس اداره النادي الاهلي هيبقى بيأثر الشر، هيبتعد عن الشر شويه زي ما بيتقال كده، ابعد عن الشر وغني له، مش هياخد الريسك انه يجيب مدرب مصري دلوقتي، حتى لو كان كابتن علي ماهر مع كامل الاحترام ليه مدرب رائع وبيحقق نتائج عبقريه مع الفرق اللي مسكها، لكن هيجيبوا مدرب اجنبي في الغالب ومدرب معروف لاسم الجماهير المصريه.